ايه الحاجة اللي بتخليكي معتزة ان انت تكوني مصرية؟ بحب الكالتشر بتاعتنا، بحب الدايفرسيتي اللي عندنا، بحب يعني كمان لو هنروح لاسكندرية اكتر بحب الحتة النوستالجيك اللي موجودة طبعا لسه، اللي احنا كلنا عايشينها، مش موجودة على فكرة في بلاد كتير بره، ما فيش عندهم النوستالجيا دي زينا. دي حاجة very Egyptian، مش بشوفها كتير بره. زي ايه يعني نوستالجيا؟ نوستالجيك لكل حاجة كانت زمان للجولدن ايج ايوه اللي هو فاكر زمان، دايما عندنا فاكر زمان لما كنا نروح مش عارفة فين، فاكرين لما كنا نروح المنتزه وبتاع، فاكرين مش عارفة عجمي وات ايفر، الاكل، المكان، الاكسبيرينسز، في اكسبيرينسز كتير قوي احنا بنعملها، او دايما كلامنا هنا في مصر عن هو فاكر أو فاكرين